عايزة بس أسأل حياتك سؤال، قولي. يعني امتى ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب الناس يا أيها الناس، وامتى يا أيها الذين آمنوا؟ أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا جل جلاله القرآن الحقيقة يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء، هتلاقي كل حاجة، كل صغيرة وكبيرة أحصاها ربنا في هذا الكتاب. يعني اولا لابد ان احنا بنكرر اخر سوره البقره، بنقول ايه؟ امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنين، كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. عشان كده طبعا فرصه، اولا بنهنئ اخواننا المسيحيين في العالم كلهم وفي مصر خاصه بهذا العيد المجيد، وبنقول يا رب اجعله عيد رحمة وعيد كله محبة وعيد كله إن شاء الله كده سلام على الدنيا إن شاء الله، والناس تراجع نفسها وتعرف إن الأديان كلها بتدعو إلى الرحمة وإلى المحبة وإلى الخير. ربنا جل جلاله لما بينادي في كتابه العزيز يا أيها الناس، شوف بيقول إيه، كررت كتير جدا يمكن أكتر من 20 مرة، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النداء العام الشامل لكل الدنيا، لأن إحنا ربنا خلقنا من إيه؟ يعني سبحان الله من تراب، وكلنا أبونا مين؟ آدم. يعني في طرفة كده بتحكى إن كان سيدنا معاوية كان سبحان الله قاعد، فجاله الحرس قال له في واحد بره بيقول عليك إن أخوك عايز يدخل لك، قال له أخويا مين؟ قال له لا أول مرة نشوفه، فدخل فلقى راجل سبحان الله ما يعرفوش، قال له أهلا وسهلا أنت أخويا؟ قال له أنا أخوك، قال له يعني يذكرني، قال له أخوك من آدم. الله. فقال له والله صلة رحم قطعناها، فلأكن أنا إن شاء الله نجددها ونبتديها. يعني شوف إزاي لما الإنسان يبقى عنده كده إيمان قوي وعنده يعني كده يعني من الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم، التكريم ده لكل البشر، فلابد الناس تحس ان الانسان ده اللي ربنا خلقه واللي خلقه سبحان الله من تراب، عشان لا يبقى فيه تكبر ولا يبقى فيه غلو كده في اي مظهر من المظاهر، ويبقى فيه انس ويبقى فيه موده ويبقى رحمه والفه وسكن، لانه عارف انه ايه، انه من تراب وهيرجع للتراب ويتحلل ويبقى تراب. صحيح. فده لا بقى ده يعني المفروض لما الانسان يعي هذه المعاني يبقى كده عنده تؤدى كده ويتعقل في أموره ويبتدي يراجع نفسه في حاجات كتيرة، لا يبقى عنده لا سوء ظن بحد ولا يبقى، لا كلنا سواسية. وربنا نادى أيها يا أيها الناس ويا بني آدم، وسبحان الله قبل ما يعني لما نقرأ يا أيها الناس ويا بني آدم وبعدين يا أيها المؤمنين، إذن بقى في مراتب في المخاطبة. أيوه. مخاطبة شاملة للمشاركة الإنسانية. فربنا بيقول يا أيها الناس، لما في أوامر لابد الإنسان يلتزم بها، بني آدم يعني اصحوا. ولما بقى الحاجات التشريعات يقول يا أيها الذين آمنوا، يعني خلاص سبحان الله. بس يا أيها الناس سبحان الله، يعني أولا المفروض كل إنسان يعرف إنه مؤمن، والإيمان ده طبعا شريعة محلها القلب، وطبعا إن شاء الله يبقى كلنا يعني على يقين إن ربنا سبحانه وتعالى عندما ينزل يعني الإيمان في القلب بتجدد حاجات كثيرة جدا، بتخلي الإنسان عنده كده وعي وعنده استنارة وعنده علم وعنده ثقة بالله، وحاسس خلاص ربنا نور له الطريق إنه آمن، وإنه هذا الإيمان إن شاء الله بقى يبقى هدى ليه.